السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان صحيحه؟ دابا جيت لكم بفيديو جديد ديال واحد الاكله طاليانيه، سباغيتي بالكروفيت والكالامار والقرعه. دابا حنا ندوروا السوا ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حنا دابا درنا نص كيلو ديال الكروفيت ونص كيلو ديال الكالامار، عندنا ثلاثه القرعات، ولكن انا ما عنديش القرعه نسيتها، غنديروا هادو. انا كندير عليه نص كيلو باش كتجي زوينه، قد ما تشحرت القرعه كتنقص. زيت نديرو قياس الزيت، غير هي هاد الاكله كتبغي شويه الزيت البلدي، كتبغي الثومه. درت ثلاثة طريوز ديال الثوم، واللي ما كيبغيش الثومة ما يديرهاش، لأن الثومة هي اللي كتبننا. وكيبقاو دوك الطروفا غلا ديرهم، دابا سخلينا الزيت، منخليوش الزيت يسخن غير شوية باش ما يتحرقش، ورميو القرعة، القرعة ديالنا تقلى. ملي تبدا القرعة تقلى نقطعو الكالامار، نديرو الملحة، نديرو شوية الخضار، عيد شوفو القرعة بدات كتسخن شوية، رميو الكالامار، هي القرعة بدات ما بقات شوية خضرا مزيان، مخصهاش تلوى بزاف، تمشي راه طايحة دغيا، عندنا الكرومبي ديجا مصايب، دابا غنديرو شوية القزبر، والبنات هادي كتبغي شوية الزيت البلدي، قد ما درتي فيها الزيت البلدي كتجي بنينة رائعة، زيت البلدي والثومة، منقولش ليكم كيف هادشي. وبالنسبة ل كل يمشي على حساب الخيال ديالو، كاين اللي يدير غير شوية ديال الكالامار شوية ديال هدا، ماشي مشكل، هي القرعة قد ما كترتيبها مزيان. القرعة كتجي زوينة، دابا حنا درنا الماء
ما يطيب حنا ستة الناس ولاو كنديرو 100 عندنا حنا هنا كيلو كنقص منو واحد شويه ستة الناس هي نورمالمون كندير كيلو لي شاط كيعاودو ياكلو سمحو ليا طابا كندير الملحة الغليظة قياس الملحة أنا هادي فيها كيلو ولكن ديال كيلو هاي شنو الشعفة ديالها متحبش ندير هادشي ديجا طاب نكس عليه الباستا 9 دقائق كنفوتهاش سمحوا لي 9 دقائق انا نديرها في الميكرون باسطة طابطينا دابا 9 دقائق باش كنطيبها كتبقى واللي بغى يطيبها بزاف يطيبها بزاف لما انا درت 9 دقائق انا مع راجلي ايطالياني كنبغي كيبغي الباسطة ما طيباش بزاف زدت شويه زيت البلدي حيت هذه كتبغي الزيت دابا انتو انا نوجد لكم عيب باش نوريكم كي جات بصحتكم بصحتكم وبون ابيتيت بصحتكم ولا عجبكم الفيديو دعموني باش كل مره نوجد لكم شي هوا طاليانيات